أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أن زعماء قريش اجتمعوا عند ظهر الكعبة ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ يتكلموا معه، يتفاوضوا معه، فعرضوا عليه بعض الأمور اللي ذكرناها في المرة الماضية ورفض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعني هيعرضوا عليه أمور تانية. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. أسقط السماء علينا كسفا، يعني خلي السماء تقع علينا أو تنزل حجارة، نفس الكلام اللي كانوا بيطلبوه الأمم السابقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، يعني ده مش في إيدي أنا، إن شاء فعل بكم ذلك، يعني ما مطلوبش حاجة زي كده. قالوا: يا محمد، أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب؟ وربنا ما كانش عنده علم أن احنا هنقعد معك المجلس ده ونطلب منك الطلبات دي ونسألك الأسئلة دي فيعلمك بماذا تجيب. فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به. فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن. اليمامة بلد من بلاد نجد، وكانت هي مركز مسيلمة الكذاب. نعم. قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا. فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. يعني الموضوع بقى وصل لإيه؟ للنهاية، يحنا ينت يعني. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة. استهزاء بقى وسخرية، يعني عايزين ربنا بذاته العلية ومع الملائكة ويحضروا لي عشان يؤمنوا، بيبقى إيمان إزاي؟ فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى به وأنا أنظر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له: هتسل مطلع السماء وأنا شو أبقى شايفك كده، حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة، يعني هات لنا كتاب كده إيه يؤيدك، ومعك أربعة من الملائكة شهود يشهد، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وايم الله، لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. وانصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر مثله سواء كذا في التفسير لابن كثير. سبحان الله، يعني شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه تعب ولقي من الأذى والاستهزاء والسخرية والمشقة، ومع ذلك يعني يصبر لأمر الله سبحانه وتعالى. دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي الحيسري وفتية من بني عبد الأشهل. أخرج أبو نعيم عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيسر
أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، يعني مجموعة وهو زعيمهم، فيهم إياس بن معاذ رضي الله عنه، يلتمسون الحلف من قريش. يلتمسون الحلف يعني المعاهدة، يبقى بينهم وبين قريش معاهدة يعني. يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، عايزين يبقوا قريش معاهم ضد الخزرج. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ عندي حاجة أفضل من اللي أنتم جايين لها. فقالوا: وما ذاك؟ أسلوب الترغيب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، بضاعة غالية. قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني الله إلى العباد، أدعوهم إلى الله أن يعبدوه، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ونزل علي الكتاب، ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: أي قومي، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذ، خد شوية تراب كده وراح حدف إياس بيهم: أنت بتتكلم ليه يعني؟ وقال: دعنا منك، دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. احنا جايين لموضوع تاني. فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله، يعني يقول لا إله إلا الله، ويكبره ويسبحه حتى مات، يعني مسلم، فما يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع كذا في كنز العمال. نشوفوا يا جماعة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إنسان أسلم لما وجد من قلبه، لما وجد في قلبه من الإيمان، من نور الإيمان، لم ينكر الحق، يعني لم يرد الحق. واحد قال له الحق وهيعلم، يعلم أن الحق، يرد ليه؟ خطر، رد الحق خطر. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على المجامع، دعوته صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقربين وبطون قريش عند نزول الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. أخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المروة، جبل المروة اللي بنطوف ونسعى من الصفا إلى المروة، ثم قال: يا آل فهر. فجاءته قريش، فقال أبو لهب ابن عبد المطلب: هذه فهر عندك؟ فقال: يا آل غالب. فرجع بنو محارب وبنو الحارث ابن فهر، فقال: يا آل لؤي ابن غالب. فرجع بنو تيم الأدرم ابن غالب، فقال: يا آل كعب بن لؤي. فرجع بنو عامر بن لؤي، فقال: يا آل مرة بن كعب. فرجع بنو عدي بن كعب وبنو سهم وبنو جمحي ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، فقال: يا آل كلاب ابن مرة. ورجع بنو مخزوم بن يقظة ابن مرة وبنو تيم بن مرة، فقال: يا آل قصي. ورجع بنو زهرة بن كلاب، فقال: يا آل عبد مناف. ورجع بنو عبد الدار ابن قصي وبنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبنو عبد بن قصي، فقال أبو لهب: هذه بنو مناف عندك فقل. يعني اجتمعوا كلهم بقى، بطون قريش اجتمعت كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم الأقربون من قريش، وإني لا أملك لكم من الله حظا ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. يعني تقولوا لا إله إلا الله أقدر أدافع عنكم، أقدر أشفع لكم، أما فيما عدا ذلك لا أملك لكم من الله شيئا، فأشهد بها لكم عند ربكم. طب مش كده وبس كمان؟ وتدين لكم العرب، العرب تتبعكم، يبقى أنتوا السادة،
وتدين لكم العرب وتذل لكم بها العجم، يعني العجم تبقى تحت منكم، من آمن منهم أصبح تبعا لكم، ومن لم يؤمن يدفع لكم الجزية عن يد وهم صغيرون. فقال أبو لهب: تبا لك فلهذا دعوتنا. تبا يعني كلمة عند العرب يعني بمعنى الخسران والهلاك. فلهذا دعوتنا، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول خسرت يدا أبي لهب. وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى، طلع جبل الصفا، دي رواية غير الرواية الثانية، يا صباحاه، دي كلمة بقى بتقال للمستغيث، في جيش جاي، في حاجة، في يعني مشكلة كبيرة، يعني في غارة عدوها يغير عليهم، فيطلع كده ويقول يا صباحا. فاجتمع الناس إليه، فورا الناس تجتمع، بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، يعني إما يأتي بنفسه إما يبعث رسول من عنده عشان يعرف إيه الموضوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ يعني لو في جيش، خيل يعني جيش جاي، خيل يعني جيش راكب الخيل وجاي خلف هذا الجبل وجاي يعمل إيه، يغزوكم، أتصدقوني؟ قالوا: نعم، يعني ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين، هنصدقك. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إذا كان هو الصادق الأمين ولم يكذب قط، ولو قال أي حاجة هتصدقوها، فلما يقول لكم أن الله أرسلني تكذبوه، سبحان الله، لم يكذب عليكم قط، يبقى هيكذب على الله. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وأخرجه الشيخان نحوه كما في البداية. يبقى هكذا أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الحرص ما وصفه الله سبحانه وتعالى. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المسلمين و الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى شديدا. هؤلاء الكفار الذين يؤذوه ويسخروا منه ويستهزئوا به ويشتموه وكذا وكذا، وهو حريص على هدايتهم، وهو يعني حريص على نجاتهم من عذاب الله وعلى أن يدخلوا في رحمة الله، وكان عنده يعني من الحزن هذه الحالة التي وصفها الله سبحانه وتعالى أنه قاتل نفسه، باخع نفسك، يعني يشوف الحالة بتاعت ما الواحد يذبح عزكم الله فرخة وتبقى الفرخة بتفرفر كده، يعني بتطلع في الألفاظ الأخيرة، بتلفظ أنفاسها الأخيرة والروح بتخرج. شوف الحالة بتاعت المذبوح دي، نفس الحالة دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مثل هذه الحالة حرصا على هداية قومي وعلى هداية الناس أجمعين. سبحان الله، هو يعلم أنه لن يؤمن إلا من إيه، من كتب له الله سبحانه وتعالى السعادة في الذكر الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يلهمنا وإياكم الرشد، ويجعل لنا النصيب الأوفر والحظ الأكبر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يرزقنا أن نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والنصيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.